بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تلاحظون لدينا قنينة ماء بها فقاعات، لاحظوا معي جيدا، هذه فقاعات عبارة عن هواء. إذن لدينا كأسين كما تلاحظون، كأس به ماء وكأس به هواء. به هواء، الهواء بطبيعة الحال عبارة عن غاز لا يمكن مسكه باليد ولا يرى بالعين المجردة، لا نراه بعيننا العادية، وإنما نحتاج إلى تجربة لكي نحس بوجوده. مثلا الغاز الموجود في قنينة الغاز المستعملة في المطبخ نضيف إليه رائحة كي نميزه، وهي رائحة كريهة. إذا هنا بالنسبة لهذا الكأس، هذا الكأس به ماء، نصفه ماء والنصف الآخر هواء. الهواء يحيط بنا، نجده في كل مكان، ونحس به عند حركة حينما يتحرك، وهو ما نسميه بالريح. فالريح هي حركة الهواء، حينما يتحرك نحس بوجوده، أما غير ذلك فلا يمكن أن نراه ولا يمكن أن نشمه ولا يمكن أن نمسكه. هذا هو الفرق بينه وبين الأجسام في الحالة الصلبة والحالة السائلة. يمكن أن نجري تجربة بسيطة باستعمال أنبوب الخاص بالقلم، وذلك عن طريق النفخ في الكأس لنلاحظ وجود الهواء. لاحظوا معي، إذا تصاعد الفقاعات المليئة بالهواء.